هي من بين العديد من حالات الإغماء التي تم تسجيلها خلال المسيرة السلمية للجمعة 13 على التوالي التي جابت العاصمة. حالات الإغماء والطوق الأمني المشدد الذي ضرب على العاصمة لم يمنع هؤلاء للتعبير عن مطالبهم. إن شاء الله حتى 25 جمعة رانا هنا، إن شاء الله يعلنوا العيد بالجمعة نكونوا هنا بإذن الله صامدين إن شاء الله. دار شوية سخانة، كنا خايفين الناس تدخل تشبد شوية منا، صوتوا مع العراقيل تاع الدارك اليوم في الطريقة راكم تشوفوا، ضربنا ساعتين، أنا نسكن في الرغاية ساعتين باش نوصل للعاصمة، يعني لازم تبكر. شعارات عديدة رفعت في الجمعة الثانية من رمضان صبت في مجملها على رفض إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 جويلية المقبل، شعارات عبر من خلالها المواطنون عن تمسكهم بمطالبهم الأصلية المتمثلة في رحيل كل رموز النظام القديم. إلى حد الساعة ما كانش رحت انتخابات، يعني رانا نشوفوا بنسبة كبيرة حتى مطلب الشعب هو تأجيل هذه الانتخابات. أمي تمسخروا بنا دي قاع مسرحية لإبليسات غاضب الشعب، هذا ما كان، أم حابين يمتصوا غاضب الشعب وإحنا ما نحبسوش. أقل من شهرين على إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا يزال الانسداد سيد الموقف في ظل تمسك المتظاهرين رغم كل الظروف والمشقات بتحقيق مطالبهم كاملة غير منقوصة.